السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الطقم التركي، طقم التوابل. مالي المحلات والنت وأماكن البيع، وهو أساسا سمعناه هو سهل جدا. إن شاء الله نعمله النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وحاجات كلها موجودة في البيت إن شاء الله. واللي مش تبقى موجودة ممكن نشوف البديل بتاعها اللي ممكن يقرب ايه الطريقة ان شاء الله. دي بطرمانات الازاز بتاعت الصلصة، موجودة عندنا كلنا، كلنا بنستخدمها. ده بطرمان صلصة اهو زي ما انتم شايفين، وده بطرمان مربى الغطا اهو. بطرمانات بقى الصلصة، المربى، كل بطرمانات الازاز انا جمعتها. هي مش حجم، يعني حاولت يبقوا كلهم حجم واحد، بس ايه في كام بطرمان كده مش قد بعض، يعني دول كده قد بعض، وده صغير بس ممكن نعمله لحاجة صغيرة. المهم ان انا جمعت كل البطرمات اللي معانا. حاجات بقى اللي هنلون بيها، دي بوهية. اي بوهية عندك او اي الوان، بس انا هبيض او انا هلونها بالوان البوهية. ودي الوان انا هعمل اللون اللي انا عايزاه بيها. دي بتتباع عند الموان، في ناس بتبيعها ب 4 جنيه وفي ناس بتبيعها ب 5 جنيه، فانت شوفي ممكن تحطي عليها اي لون بقى، بس دي اللي انا بستخدمها لان هي اساسا موجوده عندي. انا هلون باللون الازرق، يعني انا عايزه اللون اللبني. انت ممكن تلوني باي لون بقى عندك، عايزه تلوني بامبي، بينك، بني، زي ما انت عايزه، كل واحد حسب لون مطبخه او اللون اللي بيحبه. انا عندي المطبخ لونه ازرق، فهلون هحاول اديله ايه لبني كده الغامق شويه. وايه تاني؟ المهم نبتدي ونشوف ان شاء الله الخطوات مع بعض، وان شاء الله الحاجه كلها تبقى موجوده. انا هفضي البوهيه في علبه تانية عشان اشوف الكميه اللي انا عايزاها، وارجع لكم تاني ان شاء الله. انا كده ضربت اللون وخلاص قلبت كويس، هنبتدي ان شاء الله. واهو انا حطيت البتاع، انا جربت على البطرمان عشان اشوف سمكها. احنا هندي الاول اللون الابيض، يعتبر كده زي بطانة، عشان احط بعد كده اللون اللي انا عايزاه. ولو عايز تسيبيه كده وبعد كده نزوق مفيش مشكلة، لو انتي حابة ان اللون يبقى اللون الابيض بتاعك اهو. خلصنا البطرمان الاولاني، هنخش مع بعض على البطرمان الثاني اهو. انا كده بيضت او لونت البطرمانات كلها اهي باللون الابيض. هسيبها بقى تنشف براحتها، وبعد ما تنشف نديها بقى اللون الثاني. نستنى لغايه ما تنشف ونرجع مع بعض تاني. اهي اللون الابيض اهو نشف عليها اهي. احنا كده بقى هنبتدي نحط اللون التاني. الالوان دي زي ما انا قلت لكم بتتباع عند الموان، الراجل بتاع البويا، بتتباع ب 5 جنيه، اي لون انت عايزاه. انا ابتدي نحط ده كده لون ازرق، انا احط ازرق على ابيض اهو نقطة. هنقلب ونشوف اللون هيبقى ايه. هنفضل نقلب لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. انا هزود نقطتين كمان كده، اللي انا عايزاه او اللي خلاص انا كده هفتح له. هنمسك البطرمان من هنا كده كده اهو، اخر غطا اهو معانا، خلصنا برده مع بعض اهو. الغطا كفى وزياده، يعني كويس ان احنا ما هدرناش في الالوان والبوهيه اهو. وممكن لو مش عايزه الطبقه الاولانيه البيضه اللي احنا عملناها دي، بالي ملهاش لازمه، بس انا خفت ان هي تبقى خفيفه او ده ما يلقطش، بس بيتهيألي لا خلاص، لو البوهيه تقيله ودربتيها كويس هيبقى اللون واحد، يعني مش لازم ايه الخطوه الاولانيه، بس انا عملتها زي دي التوكيد. خلاص كده احنا لونا الغطيان. احنا كده اهو خلصنا البطرمانات كلها باللون اللي احنا اخترناه.
هنسيبه بقى برضو ايه تاني لغاية بكرة الصبح ان شاء الله. رجعنا تاني، وده الطقم بتاعنا اهو، البطرمانات ده اللون اللي بعد ما نشفت اهو، ناخد ده اهو من جوه، ما فيهوش حاجه من جوه يا جماعه، هو ما جيتش جنبه من جوه، من جوه هيبقى شفاف، هو بس اللون اهو من بره انا قلبته من تحت ومن فوق عشان حسيت ان اللي تحت ما نشفش زي اللي فوق، فانا كده ايه حبيت اوريه لكم بس ايه بعد ما نشف. وكان في عندي بطرمانات بلاستيك اهي برضو ايه لونتها، ده شكل ما لونتهاش قوي يعني، حيت عليها تاني اهو، حبيت اوريها لكم. وهنشوف الخطوه الجايه هنعمل ايه. احنا هنا هنجيب سلاكه ودان او ودانه اهي، وهنحطها في اللون الابيض اللي احنا كنا بادئين بيه اهو، اهو هنحط فيها كده يا رب تكون باينه. وهنبتدي نعمل اهي نقط صغيره اهو كده اهو اهو، نقط عشوائيه اهي، حطها تاني اهي، هي باينه يا رب التصوير يبقى حلو اهو اهو. هكمل انا بقى بقيه البطرمانات بالشكل ده، ان انا بس كل اللي هعمله اني هنقطها اهو كده وارجع لكم تاني. نفس الطريقه اللي عملناها مع البطرمانات هنعملها مع الغطيان، هنحط الودانه اهو في البوهيه اهو، و بسم الله الرحمن الرحيم اهو هكمل بقية البطرمانات و نرجع تاني كده اهوت. انا حطيت النقط البيضة عليه اهي، عايزه تسيبيه على كده يبقى كده خلصنا، انا شايفه ان هو شكله حلو. عايزه تكملي معايا اخر خطوه، انا كده فاضلي خطوه واحده بس، انا كده هستنى لغايه النقط ما تنشف وارجع تاني اكمل. كده احنا معانا اخر خطوه في طقم التوابل، نلزق الاستيكر. انت ممكن تجيبي الصوره اللي انت عايزاها من على الكمبيوتر وتطبعيها الاستيكر ده اهو اللي بيبقى فيه الرسومات ده، الورق هو بيبقى فيه لازم ممكن تلزقيه كده، بس انا هلزقه بالغيره. جبت هنا معلقه غيره وخففتها بالميه واهي بالفرشه، وحطيت الصوره ودست عليها بالفرشه، انا كنت بس عايزه اتاكد منها فعملتهم قبل ما اصور اهي كده من النص كده، وقعدت ايه بالغيره اضغط عليها. لما تنشف هتبقى لازقه في البطرمان، هتبقى يعني هي والبطرمان واحد. تنشف واوريها لكم، انا عملت كل البطرمانات اهي بالصور وهم فرحوا بيها كده. خلصناه شكله